ماذا سيكون مصير هذا التحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في المرحلة المقبلة؟ في رأيي أن التحالف ما دام المجلس مجلس الأمني للدولة حسم أمره انغلب على رئيسه وانغلب على حزبه لابد هم أن يشكلوا الشارع. في رأيي أن لابد الحراك الخارجي الحراك الداخلي لابد أن ينقسم لثلاثة كيمان. الكوم الأول هو الشباب وهؤلاء مغيبين لحد هذه اللحظة. تقصد المحتجين والمعتصمين السوار والكنداكات؟ طيب هؤلاء مغيبين حتى هذه اللحظة، وأنا أقول لك وجلست مع هؤلاء الشباب مطالبهم تتوافق تماما مع مطالب المجلس العسكري التي على ضوءها قرر أن يزيل الرئيس. لكن سعادتكم يعني الثوار والكنداكات يطالبون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، كيف يتفقون؟ هذه آلية، هذه آلية وليس هدف. الحكومة الانتقالية هذه أنا بطلب من الثوار أن هم أساساً ليسوا سياسيين ولا ينجروا على السياسة. الحكومة والانتقال هذه وسائل. أما الهدف النهائي كلنا دايرين سودان مزدهر كما هم يتخيلوا في مخيلتهم. وأنا أقول لهم وبشرهم هذا الهدف لن يتحقق إلا عن طريقهم هم، أيا كان الحزب الذي سيحكم. طيب هذا وبالتالي يجب عليهم أن يفصلوا حراكهم من السياسيين، وأن تكون لهم حاضنة واضحة، وأن ينسقوا مع المجلس، وأن يفرضوا شروطهم. حس الآن الشباب ديل يعني قوة متعطلة ودائرين خانات، والكلام اللي قاله حميتي ده صحيح، الدائر يضرب أنا بشيل من الجماعة المتعطلين ديل أخذ بدله، دي واحدة من الآليات. لكن أنا أفتكر لن تحل مشكلتهم ما لم يحقق المجلس العسكري هدفه الأساسي الإنفراج السياسي الإنفراج الاقتصادي للدولة. طيب. وبالتالي يجب أن ينسقوا مع المجلس لهذا الهدف. والآن الممثلين المجلس في الخارج الجولة الخارجية دي أساسها التأكد من الإنفراج الاقتصادي الخارجي، لأنه مفتاح مطالبهم هو الإنفراج الخارجي، هذه وحدة. طيب. الشيء الثاني داخل المكون، أنا أعلم وناقشتهم في الداخل هم متزمرين من أداء الحزب الشيوعي داخله. المكون قوي على الحرية والتغيير. نعم. قلنا لهم يا جماعة أقعدوا غرروا الناس اللي يجوا معاكم في تفكيكم، أنتم مقبولين. حقيقة قلنا لهم أنتم مقبولين لعامة الشعب ومقبولين وحتى مقبولين للحزب القديم والإسلاميين. اللي بدخلكم في موقف زي ده وإنه تكونوا يعني جاريكم مكون من مكوناتكم، قال لي والله حكاية صعبة يا أخي. صعبة هو المجلس اللي بيفاوضكم ده شال رئيسه وشال حزبه، أنتم غالبكم توفقوا أوضاعكم داخلي. أنا بفتكر لازم يتوفق الأوضاع الداخلية وعلى الشيوعي أن يختار إما أن ينضبط مع الحرية والتغيير وإما أن يختار المعارضة. ما طيب. في اثنين ثلاثة. طيب. هذه لمصلحة السودان. طيب. أنا بفتكر. طيب تحدث عن جزء أين الجزء الثالث في المعادلة في الشارع؟ الشارع العادي. الشارع العادي، الشارع العادي ده في النهاية داير السودان، داير مطلب السوار ديل. السوار ديل متعطلين والشعبي ما متعطل. عشان كده ما بيمشي الميدان، مكتفي بيتفرج في التلفزيون. لكن كلنا نحن أنا وإنت كلنا دايرين يا جماعة السودان يعني مزدهر. نحن دولة عظمى بكل ما تحمل دولة العظمى. التعنت بتاع الرئيس السابق وأمريكا تحت جزمتي، نحن أخرنا صحيح، هو جعلي بهناك بطريقته، لكن يا جماعة لازم يمشي والسودان ده يمشي لقدام.